السلام عليكم، جمعة جديدة وحلقة جديدة من برنامج المخزن. في الحلقة هذه حكون في خبر مش عارف بالضبط كيف حنقولها، لكن حنمشي الحلقة وإن شاء الله خير. شكرا للعشرين ألف وشوية اللي داروا لايك للحلقة اللي فاتت، مع إن الحلقة متسحة مازال ما نعرفوش لعنتو من مسحة، ممكن منا ممكن من الفيسبوك، لكن حنعرفو. جاهز الحلقة اللي فاتت مشت لي شاب اسمه ضياء، لأن أكتر واحد حصل تفاعل على تعليقاته، فمبروك لضياء. المهم بنبدو بالحاجات الإيجابية، مبروك علينا الباصات الجديدة، وعقبال إن شاء الله الدولار والمية والضي والأمن والأمان، ومبروك علينا الأبليكيشن اللي يوريك أقرب سطلك ناسا وين، ومبروك علينا محطة جنوب طرابلس تحت توريد الكهرباء ولد مكبك ناسا، باش تزيدوها في الأبليكيشن بتاعكم. المدار الليبيانة قرروا ان هم يربطوا الشفرات بالرقم الوطني، والوطني تبي له جهد وزحمة يا دنيا زحمة. لما شافوا في ترو كولر القوم سجلين حبي واحد حبي اثنين حبي عشرة، عفاف متاع المصرف، احمد متاع الشيل، عماد متاع البواب، وسالم نضحي للباب. مبروك يا عبد الرحمن حرشة الفائز بالمسابقة الدولية الاولى للقرآن في الشيشان، مبروك يا اخوي، ان شاء الله ربي يكتر من امثالك. ومبروك علينا ولد ملك زناد اللي قاعد يجاهد في الحلبات الانجليزية باش ينحي البطولة من الانجليز. فوار ها مجاهد، حو عليك فوار شو نجاهد يا فوار، يا فواد لا يا فوار، محزوز اللقب يا فوار. يا عمي انت مش سبها تحررت يا عمي، بعلاش سبها قاعدة تعاني يا عمي، وعلاش مازال في ناس تنخطف وتموت على خاطر مشاكل عائلية وقبلية يا عمي، يا عمي وين الأمن والأمان يا عمي، بيا عمي مرزق خشى بعضها يا عمي، انت فهمني يا عمي، انا شو ندير دو يا عمي. سؤال يحيرني، وزير التعليم شنو يخدم بالضبط؟ جاوبوني بالله في تعليقات وقولوا لنا بايك حد يعرف. هو الباين اللي عن توا انه وزير تعليم برتبه رئيس وزراء، هو باش نكونوا واضحين هو مدير جو ونشر لايفات وفيديوهات ومقابلات وحتى ولا ميم الراجل. ديروا هاشتاج وزير التعليم واكتبوا ما في خطركم. في فيديو اخير طلع وزير التعليم يدعو على اسئله المسربه، وان في طلبه انحبسوا على خاطر هم سربوا الاسئله. ما علم المشكله وين يا اخوي وزير التعليم؟ المشكله ان في عائلات معينه، اخو فلان وراجل فلانه وولد عم فلان، حصلوا الأسئلة ومفيش حد دورهم، وجدت على رأس الطلبة العاديين بقوم تحبسوهم في حبس عادي، تحبسوهم على المجارم، تحبسوهم على الكتل ومع اللي سربي. وين التعليم؟ قول لي بس، وانا اللي نعرفك معرفة شخصية وخدمنا مع بعض فترة في 2018، بقول لي اشرحنا. اخي المواطن اختي المواطنة، احنا قلقنا من الالقاب، كلها القاب 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 واحنا ما شفنا شيء. المهندس، الدكتور، الطبيب، الرعد العملاق، ليبيا تبي لها رئيس يخدم بيديه، ليبيا تبي لها رئيس مجرب نوع الخدمة مش يدوي وخلاص، زي مثلا المواطن الجريندايزري هذا. إنه طبيب، إنه مختبر تحليل، إنه حلاق، إنه ميكانيك، إنه خطير. شكله يطير، ولكن اتس اوكي. ليبيا حلوه من غير مكياج، هشوفها. وتو نوصل للخبر اللي انا مش عارف كيف نقولها الحاجة. هو ما فيش طريقه كويسه او محترمه او حاجه من غير سبانه نقدر نقولها فيه، لكن هحاول انا دايما نغلطش. المده اللي فاتت في واحده من الجروبات طلع لايف فيه مدرسه تتحرش بطالب صغير، طفل يعني. انا مش مصدوم، موضوع التحرش بالاطفال هذا في ليبيا قديم من زمان، غير تو شكله بيولي عربيه وبيولي عنده جمهور، هم اصلا جمهور وقتين يستنوا. فانا مش عارف شو المفروض ندير تو، حنسب، حتفوتوا العمله واللي دارها وحتسبوني. فشو رايكم تكتبوا في التعليق انتو شراء باهي؟ غابات الامازون اسبوع كامل وهي تاكل فيها النار يا الهي، غابات الامازون يعتبروا فيهم رواوي العالم، العالم رواويه تنحرم، رية العالم فدت من العالم وسبست لنا رواويها نحرقوا. انا مش عندي لكم جو الوهمين وجو انقذوا غابات الامازون، جو سوي باغي وجو سوي ملاد والحركات هذه. لا يا فؤاد لا لا، نحسبوك open minded. أنا بنقولكم هذا أحسن شوية، هي أكساد أكساد وليبيا كبيرة، مش ليبيا هذيك، احترموا نفسكم لو سمحت. شو رأيكم لو كل واحد منا ياخد شتلة صغيرة يزرعها؟ فيمكن الجزائر متهيألي بدين في المشروع ويبوا يزرعوا 1,000,000 شجرة، احنا علاش ما نديروها؟ منها صدقة جارية ومنها تشد في أكسجين مشوا بيهم، فكروا فيها، سهلة، شتلة أزرعها فيمكن. وفي رسالة نبي نوصلها لناس معينة، لو ما تفهموش في الدين أرجوكم ما عادش تكفروا، راكم طلعتوا الناس من الملة يا من التعليقات اللي نلقى فيها مرات ومش عارف صراحة نحرق دمي عليها ولا لا، الناس اللي تقول لي انت قريت لي اصلا شن دخلك فيه، وعادة ما يكون لحاط اسمه لصورته وحاط صورة مش عارف موديل 95 فيها شوية اقتطيس وهدرس، وادعي ادعي 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 انا اخوي بنسايرك وبنهدرز من هذا المنطلق، مش حرية
مش محررين احنا. من مخالطتي للناس في ليبيا لاحظت ان ما فيش حد يخدم على راسه في ليبيا والناس كلهم متفقين عليه، سواء في مجال ليه علاقة بالشهرة او مجال حيوي زي الصحة والتعليم. لكن سبحان الله سبحان الله مدير، في ناس فاضية وكل اللي يديروا فيه ان هم يخربوا في البلاد وعندهم قدر، ويقهروا في العباد وعندهم قدر، ومش محترمين حد وعندهم قدر. سبحان الله يا حاج، سبحان الله يا شيخ، سبحان الله يا افندي، سبحان الله يا مناضل. فيا شيخ ويا قائد ويا حاج، فكروا باهي ان ربي موجود وانتوا تقتلوا في الشعب، وانتوا تنظروا في الشعب تفكروا ان ربي قاعد. هو نعم ان انتوا الوحيدين اللي تعرفوا ربي والشعب شكله كله كافر من وجهة نظركم انتوا طبعا، ولكن كمان برو فيجو يا مان. وسؤالي هلبة من النوعيات البرمائية، يا رجل شنو هو نوع النقص اللي عندك باش انت طموحك في الحياة كلها انك تحكم شعب وتكسره، والا تشوف حد محتاج وتقهره؟ تغير قولي شنو هو نوع النقص. بس احنا حتى عراقنا معاش ولا في قدر ولا احداف من بعيد، واحد يدور لك فضيحة وينشرها، يا واحد يجيب لك ولد شارع متسمي ويدير لك مشروع، يا يبدو يهددوا فيك انت وبما ليك، يا يجيك يهد عليك بسلاح في حوشكم في نص الليل. يا رجل معقولة انت مستصغر روحك وشايف روحك ضعيف للدرجة هذه؟ معقولة معاش عندك ما بتقابل الا بسلاحك؟ الله يرحم ايامات الراس براس، والله يرحم ايامات القدر اللي يعرفوا القدر. وقديش مرة بنقوله المطار فتو يا ناس، هو قصدي كشك صغير. علاش علاش تحشموا على شبتكم، تحشموا على سنكم يا سيدي، انتوا بتموتوا وبتخلونا نسلكم المعفن، وحنقعد وندعو عليكم من اليوم لعند ما يتم انفس. وللأسف الشديد وانا نصور في الحلقة سمعت بجريمة قتل صارت قدام نادي الاتحاد، ما عنديش تفاصيلها هلبا، ان شاء الله الجمعة جاية هنحاول نجيبها. ووفاة المشجع النصراوي سيف الشطلاوي الله يرحمه برصاص عشوائي بعد المباراة. كملتونا شباب يا شباب خوتي، ان شاء الله من هنا للجمعة جاية نلقى اموركم 100 100، ومنشنوا اي حد تبوه يسمع الكلامي في الحلقة وما تخافوش منه. السلام عليكم.